7 صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. في المستهل تلقى أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. قدم له فيها باسمه الشخصي وباسم الشعب التونسي الشقيق خالص التعازي في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن، معربا عن تضامنه ومؤازرته ووقوف الشقيقة تونس إلى جانب الجزائر في هذه الظروف واستعداد بلاده لمديد العون إلى الجزائر. وبدوره شكر السيد رئيس الجمهورية أخاه الرئيس قيس سعيد ومن خلاله الشعب التونسي الشقيق على صدق مشاعر التضامن والأخوة، مثمنا عاليا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس برقية تعزية من أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد الثاني، أعرب له فيها عن خالص العزاء والمواساة لعائلات ضحايا الحرائق متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس برقية تعزية من نظيره الفلسطيني السيد محمود عباس، قدم له فيها أسمى عبارات التعازي والمواساة الأخوية لأسر ضحايا الحرائق التي مست عددا من مناطق شرق البلاد. بأمر من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، تنقل أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى ولاية الطارف للوقوف على مخلفات الحرائق التي مست عددا من مناطق الولاية. الوزير الأول مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد استهل زيارته إلى الولاية بمعاينة حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق بمنطقة البرابطية بالقالة، حيث قدم التعازي باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لعائلات ضحايا الحرائق، كما جدد التزام الدولة التكفل بجميع المتضررين مؤكدا أنه سيتم إشراك فعاليات المجتمع المدني في عملية إحصائهم. محمد زمولي. منطقة البرابطية بولاية الطارف التي تشتهر بغطائها الغابي الكثيف عاشت أوقاتا عصيبة. تزامن الحريق مع عوامل مناخية خاصة ساعدت على انتشاره وأدت لوصوله للتجمعات السكانية وسقوط ضحايا، رغم سعي مختلف المصالح لإجلاء المواطنين. هنا تشوف لونتوراج اللي راك تشوفيه هنا تحرق، عندنا الدار من هنا والستاسيون تاع الجامعة هذه. الغال ما قدرش يسيطر عليها شت بقوة، من المستحيل باه يسيطر على أي بشر. النار هذه راك تشوفها هنا تضرب كيلومتر تلقاها في بلاصة واحدة أخرى. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وقف على الأضرار وبلغ تعازي السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعائلات الضحايا. نقدم يعني باسم السيد رئيس الجمهورية التعازي الخالص للدولة وللحكومة بالنسبة للعائلات، ويعني كل سوف نكون بجانب كل العائلات التي عرفت خسائر بشرية، ونؤكد لهم على وقوف الدولة بجانبهم بكل إمكانية إن شاء الله. فهذا حادث يعني طبيعي في كل يعني في كل مناطق العالم، يعني شاهدنا حرائق، شاهدنا فيضانات، شاهدنا هذه السنة يعني كانت هناك استباق من طرف الأجهزة الوطنية المكلفة بمكافحة الحرائق، إن على مستوى الحماية المدنية، إن على مستوى جهاز الأمن، إن على مستوى مدير العام للغابات، ولكن يعني حدث ما حدث، ومن كل كما نقول من كل حادثة نستخلص الدروس والعبر. فمصابنا جلل، مصابنا كبير، فهذه الخسائر البشرية طبعا لا تعوض ولن تعوض، ولكن سوف نقوم بما يجب من أجل التخفيف من هذا المصاب الذي مس عائلاتنا ومسنا نحن أولا قبل أن يمس عائلات هؤلاء المفقودين رحمهم الله تعالى، ونحتسبهم من الشهداء إن شاء الله رب العالمين. الحرائق تم إخمادها، كما تم تسخير 5 طائرات عمودية وطائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وضعت في حالة تأهب قصوى. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تنقل بعدها إلى مستشفى بوزيد عمار بالقالة، حيث وقف على الوضعية الصحية للمصابين مؤكدا التكفل الأمثل بهم. زكريا تهم. أزيد من 160 مصابا خلفتهم الحرائق التي مست عددا من المناطق بولاية الطارف. هؤلاء المصابون يتواجدون بهذا المستشفى بالقالة
حيث يلقون الرعاية الصحية اللازمة. كي بدات تشعل النار حنا خرجنا هي على الصباح. لا لا هي شعلت الصباح كانت تبان بعيدة. ايوا حنا شفناها تبان بعيدة وقعدنا نقصروا نلعبوا تما في البيسين. مدة نسير كلنا كانت الرياح برك الرياح قوية بزاف قوية بزاف هي اللي مشات النار مشات النار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ودرك راك تحس روحك مليح يا اخي لاباس لي بومون تاعو راهم الحمد لله الحمد لله ربي يجيب شون شون الحمد لله كفيف. زلبت جبدته وقعد نجري بيه منعو الحمد لله حتى الدار راح الحمد لله منعت ولاد. يعني اللي تشوفوا حالات تستحق يعني باش نحولوها الى مستشفيات اكبر عندها اكثر امكانيات من اليوم تندار ان شاء الله، ولا عندنا إمكانية باش نتكفلوا بهم هنا يعني قعدوا قدام العوائل تاعهم هذيك حاجة أخرى، ولكن إن كان يعني تطلب باش أي حالة سيد وزير الصحة راهو هنا قرار يتخذ اليوم يعني ما كان حتى مشكل. أكد بحاجة واحدة باللي أولوية تاعنا أنكم تمنعوا إن شاء الله بإذن الله تعالى. ثانيا نقوم بتعويض كل خسائر إن شاء الله رب العالمين، كل خسائر كل خسائر بإذن الله تعالى. فيما جندت المؤسسات الصحية كل المستلزمات والأطقم الطبية من أجل أي حالات طارئة. وبمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية للطرف اطلع الوزير الأول عن كتاب على الإمكانيات المسخرة من قبل وحدات الحماية المدنية لمجابهة الحرائق، حيث قدمت له شروحات وافية حول وضعية المناطق التي مستها الحرائق والجهود المبذولة لإخمادها. الوزير الأول أعلن عن الشروع في تعويض المتضررين بداية من الأسبوع المقبل. سيد أحمد بلونة والتفاصيل. مجهودات كبيرة سخرتها مديرية الحماية المدنية من أجل التحكم في حرائق الغابات بولاية الطارف. نحن هنا بمركز القيادة العملياتي الذي يسهر على جمع المعلومات الميدانية، تحليلها ورسم الخطة الملائمة للتدخل بالعتاد والتعداد المناسب لكل منطقة. تم تنصيب مركز قيادة عملي على مستوى ولاية الطارف. هذا المركز يشرف على تسيير والتنسيق بين الإسعافات في مختلف الولايات المجاورة التي مستها الحرائق. يحتوي هذا المركز القيادة العملي على تقنيات ووسائل تسمح بتسيير أي كارثة كانت. نحن هنا مجندون وساهرون ليلا ونهارا قصد المساعدة في إخماد الحرائق المتواجدة والمسجلة في عدة المناطق. نقوم بإدارة وتحليل رسم الخرائط لجميع أنواع البيانات، تربط نظام المهمات الجغرافية، تدعيم أيضا المروحيات بإحداثيات الحريق. الوزير الأول وخلال زيارته إلى مقر الوحدة استمع إلى عرض بخصوص وضعية الحرائق وكيفية تنسيق العمليات مع مختلف الوحدات والمصالح، مؤكدا أن الدولة وفرت كل الإمكانيات ما سمح في التحكم في النيران. الدولة وضعت كل إجراءات وكل آليات من أجل مجابهة هكذا كوارث بالرغم من شساعة البلاد. الحمد لله يعني كل لاحظتم على مستوى كل الولايات هناك أجهزة الحماية المدنية، أجهزة الغابات، أجهزة الأمنية كذلك تشارك بفعالية وهي مشكورة على ذلك. وأنتم لاحظتم تدخل جيش بناء العتيد يعني بالنسبة لإطفاء الحرائق عن طريق استعمال الإمكانيات الجوية وإمكانيات الجوية الموجودة كذلك على مستوى الحماية المدنية. يعني كل القطاعات تتكاثف وتكثف جهودها من أجل القضاء على هذه الكوارث. بداية عملية الإحصاء ابتداء من السبت إن شاء الله، يعني كل فرق راح تخرج يعني على أرض الميدان للقيام بالمعاينة والقيام بإحصاء كل الخسائر. يعني لاحظنا بلي ما كانش هناك يعني خسائر على مستوى يعني الأملاك يعني إلا القليل، ولكن كل الخسائر سوف تحصى وسوف تعوض. إلى ساعات متأخرة من الليل يبقى أعوان الحماية المدنية في الوحدة مجندين تحسبا لأي طارئ. وبولاية سوغهراس تم أمس تنصيب خلية أزمة لإحصاء الخسائر المادية ومرافقة العائلات المتضررة. رضا تبرمستين والتفاصيل. 5 وفيات و42 جريحا،
هي الحصيلة الأولية لحرائق سقهراس، والتي انطلقت خلية الأزمة فيها في إحصاء خسائرها ومرافقة العائلة المتضررة. نذكر بأن البارح تم إجلاء 350 عائلة، من 350 عائلة هذو رجعوا المساكن تاعهم. كان كذلك وضع على مستوى مستشفيات الولاية 300 فرد اللي ما كانوش يعني يعانيوا من ربما رضوض أو كسور كبيرة، وإنما كانت هناك اختناقات بالدخان، تم إسعافهم كلية. اليوم باقي في المستشفى 6 حالات، منهم حالة حرق لطفل 12 سنة هو متحكم في وضعيته، ليست حرجة. من عاشوا حرائق عشية أمس لم يتخلصوا بعد من الصدمة، وهم يسردون تفاصيل الفاجعة. بدت من فوق من جهة هذه التحتانية هذه، وطلعت معها وتمشي تمشي تمشي تمشي، تنقز تشوفها كفاية تنقز تكذب، هربنا من الديار. لا عندي العزوز نسكنوا هنا، نحن عندي العزوز تسمى غير، طلعت شويه طلعت قبل ما تصل الكارثه. وشي عندنا نحن جيراننا هنا دهم البارح للسبيطار. مديريه النشاط الاجتماعي سرعت لاحتواء المتضررين والوقوف على احتياجاتهم المعنويه والعينيه. دخلت مصالح الخليه الجواريه، 8 خليه جواريه، قدمت الدعم النفسي والدعم السيكولوجي للعائلات المتضرره، بالإضافة إلى تقديم مياه معدنية باردة للمتطوعين لإطفاء الحريق، بالإضافة إلى تحضير مساعدة أولية تقدر ب 100 ظرف طرد غذائي زائد مجموعة من الأفرشة والأغطية للعائلات المتضررة. سقهراس وبمسحة حزن بعد انقضاء فصول الصدمة ومجابهة الحرائق التي ذكت بعضها البعض كما ذكت صمود الأهالي، تقف لتستعيد يومياتها السابقة بإرادة أكبر. كانت إرادة، كانت تواجد كل المسؤولين المحليين، تواجد كل المصالح مع المواطنين جنب إلى جنب، قدرنا ننقذ كما نقولوا ألاف ولمئات العائلات اللي كانت موجودة محاطة بالحرائق. للإشارة، تم الحد من امتداد الأضرار وارتفاع الخسائر البشرية بفعل تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي وإجلائها لسكان المشاتي التي حاصرتها الحرائق. من بين البلديات المتضررة بسقهراس، حريق مشتى الجليل ببلدية الزعرورية الذي تجندت له كافة القطاعات من مصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي. ابتسام بجاوي. موقد حريق آخر بمشتى الجليل ببلدية الزعرورية المتضررة من الحرائق الأخيرة بسقهراس، سكانها مجندون كلهم إلى جانب عناصر الحماية المدنية ومديرية الغابات لإخماد النيران. اليوم رانا صح في 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 يوم صعب ويوم 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 صعيب على على مواطني سقهراس، لكن الحاجه اللي مليحه والحاجه اللي نقدروا نوقفوا عندها هو تضافر الجهود تاع المواطنين، تاع رجال الحمايه المدنيه، تاع الدرك الوطني، تاع رجال تاع الجيش الوطني الشعبي. يعني هذه الصوره هذه يعني كانت يعني ممكن احسن حاجه اللي شفناها في النهارين هذوما. عن بالي ما عندناش خبره في الشيء هذا، ومن هنا لا بروميير فوا تصرى هنا في سقهراس. بصح الحمد لله الشعب راه واقف مع بعض، نحن كي نشوفوا هكا بعضنا واقفين مع بعضنا الدنيا وما فيها. وقد وجدنا حين تنقلنا الى مشتى جليل افراد الجيش الوطني الشعبي وسكان المشتى المنهكين من الحرائق مجندون متعاونون للقضاء على اخر اكبر مواقد الحريق بسقهراس. كورونيل هذا ها وقف، كورونيل واقف، بنا واقف معاك انت، ما هو خايف، ما هو بالبروتوكول، ما والو، مانيش عارف انا شكون اللي هي شاف ريجيون ولا واقف. هنا نعبروا نحن الجزائريين خاوة، احنا واش طالبين؟ هذا اللي شعال اسك عنده ضمير برك. احنا كون يجينا غير ماشي غير في سقهراس، اللي بغات تزي وزو العام اللي فات ولا في الطار نشوفوا حاجة واحدة، اسك عنده ضمير. الجيش ها واقف معنا، الجندارم الدولة واقفة. إجلاء السكان، إخماد الحرائق، مراقبتها، أهم ما قامت به الحماية المدنية ومديرية الغابات على مستوى ولاية سقهراس. قمنا بإعطاء الأولوية إلى إجلاء السكان، وذلك لتفادي الأرواح البشرية، حيث تم إجلاء أكثر من 400 عائلة، تم إخماد أغلب الحرائق. اليوم على الساعة 4 صباحا قمنا ببدء في عملية الإخماد،
المناطق المتبقية. أبقى حريقين يعني على مستوى ولاية سوقهراس، كان حريقين هامين، الباقيين كانوا عبارة عن حراسة. نحن الآن متواجدين على مستوى بلدية الزارورية، حيث تم اتخاذ جميع إجراءات لإمكانية وتجنيد جميع إمكانية المادية والبشرية من أجل إخماد الحريق، لا سيما استعمال وسائل الطائرات للحماية المدنية والجيش الشعبي الوطني. هكذا تستمر الجهود متضامنة متناسقة لإطفاء آخر حريق من الحرائق المندلعة بسوقهراس. ولاية جلمة هي الأخرى شهدت أول أمس 19 حريقا متزامنا مس 15 بلدية. تضافر الجهود ما بين مصالح الحماية المدنية والغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي عجل مساعي السيطرة على الحرائق وإخماد معظمها في ظرف قياسي. الحرائق وإن خلفت أضرارا مادية فهي لم تخلف ضحايا في الأرواح بجلمة، وذلك بفضل وعي السكان ومساهمتهم الفعالة في اتباع تعليمات الإجلاء والوقاية. عمار طبال. عدة حرائق شهدتها مناطق متفرقة من ولاية جلمة نهار أمس، جندت لها وسائل مادية وبشرية هائلة من أجل السيطرة عليها وإخمادها قبل أن تتوسع. البارح عرفنا أكثر من 19 حريق على مستوى ولاية جلمة، وإن كان محيط تدخل على مستوى جميع هذه الحرائق يتعدى 120 كيلومتر، والحرائق مست أكثر من 15 بلدية، يعني براسك 50% من بلدية جلمة كانت في الحرائق. للأسف هذه الحرائق تسببت في إتلاف ثروة غابية، وخاصة على مستوى غابة الدولة بني صالح، وبالضبط بمقسم رقم 10 داخل المحمية الطبيعي الأي البربري، وكذا المقسم 12 والمقسم 15 ببلد تابعين إقليمي لبلدة مجصفة. جميع الحرائق تمت السيطرة عليها وإخمادها إلا حريق واحد على مستوى غابات الدولة بني صالح ببلدية مجصفة، فلا يزال لم يخمد كليا، حين قامت مروحيتين للجيش الوطني الشعبي بسبع طلقات. بفضل المجهودات التي قامت بها مصالح الحماية المدنية مرفوقة بمصالح الجيش الوطني الشعبي والغابات وكذا مختلف المصالح التقنية على مستوى الولاية، أين تم وضع مخطط تنفيذ الإسعافات حيز الخدمة من طرف السيدة والي الولاية، وتسخير جميع الإمكانيات وبمساهمة المواطنين تم السيطرة على هذه الحرائق. الحمد لله لم نسجل خسائر بشرية بفضل وعي وتفهم المواطنين ومشاركتهم في عملية الإخماد، كذلك تم إخماد جميع الحرائق ولم يبقى إلا حريق واحد اللي هو حريق بني صالح، وقد تم السيطرة عليه بنسبة تفوق 90%. فرق للمراقبة لا تزال تعمل على الإطفاء اليدوي لبقايا الحريق بجبال بن صالح، وذلك تفاديا لاشتعاله من جديد. وعلى خلفية الحرائق المندلعة بعدد من الولايات الشرقية، أصدرت وزارة العدل بيانا جاء فيه: على إثر الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن والتي أدت إلى وقوع العديد من الوفيات وإتلاف المساحات الغابية والبنايات، أمرت نيابة الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء، قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية. وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سوقهراس الرأي العام بأن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات بدائرة الاختصاص أفضت إلى توقيف مشتبه فيه بإضرام النار داخل الغابة المحادية لحي 400 مسكن، حيث تبين بعد تفتيشه من طرف مصالح الأمن أنه كان يحمل 3 ولعات. يتعلق الأمر بالمدعو قاسين البالغ من العمر 29 سنة مسبوق قضائيا. وبتاريخ 18 أوت تم تقديم المعني أمام النيابة وفتح ضده وفتح أقول ضده تحقيق قضائي وضد كل من يكشف عنه التحقيق لجنايات وضع النار عمدا في الغابات، الحريق العمدي المؤدي لوفاة أشخاص وإحداث جروح وعاهات مستديمة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 396 و396 مكرر و399 من قانون العقوبات.
قاضي التحقيق لدى محكمة سقهراس وبعد الاستماع إلى المعني عند الحضور الأول أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، وإذا أكد التحقيق الطبع التخريبي لهذه الأفعال سيتم تفعيل آلية الإخطار القسمي المتخصص بقضايا الإرهاب بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة. في الذاكرة الوطنية تحيي الجزائر غدا الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام 20 أوت 55-900-1000 و56-900-1000، وهي إحدى المحطات الفاصلة في تاريخ الثورة التحريرية المضفرة على الصعيدين العسكري والسياسي. وعشية الذكرى وبالمناسبة سطرت عدة ندوات ومحاضرات تاريخية وكذا تلاوة فاتحة الكتاب والترحم على أرواح الشهداء الأبرار. ومن العاصمة أشرفت أمس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي على انطلاق قافلة تضامنية تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية إلى العائلات المتضررة من الحرائق بالمناطق الشرقية من البلاد. مريم بن عبد الرحمن. بهذه القافلة لمساعدة الهلال الأحمر الجزائري تتجلى معاني التكافل والتآزر بين أبناء الوطن الواحد. لازم كامل علينا نشاركوا في هذه المحنه، ورانا احنا شعب واحد كامل خاوه. ان شاء الله ماذا بينا احنا هذه المساعدات تكون في كامل التراب الوطني، وان شاء الله يلحقوا للناس المحتاجه ان شاء الله مع خاوتنا في الطارف وفي في في سوق هراس ان شاء الله. احنا رانا هنا في خدمه خاوتنا، وماذا بينا احنا نلحقوا لهم كل حاجه اللي يسحقوها. هما كيما راهم ينضروا احنا رانا نضروا، وان شاء الله احنا رانا معاهم اليوم وغدوه، وان شاء الله نخدموا ليل ونهار على جالهم، ورانا كما يقولوا بلاد واحده. اكثر من 60 طنا من المواد الغذائيه والمستلزمات الطبيه لفائده العائلات المتضرره من حرائق الطارف انطلقت بها الشاحنات لتخفف ولو قليلا من معاناه ابناء المنطقه. بدينا اول قافله انطلقت ب 20 طن الرابعه صباحا اليوم، واليوم كاين قوافل اخرى حتنطلق من هنا نوصل 60 طن، وغدا ربما الى 80 طن من المساعدات. اربع سيارات اسعاف مجهزه، اربع سيارات رباعيه الدفع، اكثر من 500 متطوع مسعف راحين يتجهوا لولايه الطارف وبداوا في التوجه لولايه الطارف، مساعدات اخرى كذلك لولايه سوق هراس، الولايات الاخرى المتضرره هي في الطريق اليها. عمليه شامله لا أقول، أولا لأنه احنا اليوم في مرحلة الاستعجالية القصوى اللي لازم نرافق فيها بصفتنا الذراع الإنساني للدولة. صور تعكس مدى التلاحم والتعاون بين أفراد المجتمع الجزائري في كل مناطق الوطن. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه بعد إقدام سلطات الاحتلال على غلق مكاتب لسبع منظمات حقوقية بالضفة، وصفة إياه بالغلق الصهيوني التعسفي. الهيئة الأممية التي طلبت سلطات الاحتلال بالتراجع فورا عن هذا القرار أكدت أن ما قام به الاحتلال يمثل اعتداء يزيد بشكل كبير من تقويض مساحة حقوق الإنسان في العمل الإنساني على الأرض الفلسطينية. في أفغانستان قتل 21 شخصا وأصيب 23 آخرون في تفجير داخل مسجد الصديقية الواقع إلى الشمال الغربي من العاصمة كابول. وقالت الشرطة المحلية أن الانفجار الذي لم تتبناه أي جهة لحد الآن ناتج عن زرع جسم متفجر داخل المسجد خلال صلاة العشاء، وأن بين المصابين أطفال وقُصّر. في تطورات الملف الأوكراني، قال الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيسين الأوكراني والتركي في لفيف بأقصى غربي البلاد أن إلحاق أي ضرر بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية يعد انتحارا حقيقيا للمنطقة، فيما أعرب الرئيس التركي عن تخوفه من وصفه بتشيرنوبيل جديدة في أوكرانيا. اللقاء الذي بحث أيضا تطوير آلية الصادرات الأوكرانية من الحبوب تخلله رفض من الرئيس زيلينسكي للحوار مع موسكو قبل سحب القوات الروسية من بلاده. ميدانيا اهتزت شبه جزيرة القرم على وقع انفجارات جديدة لم تخلف خسائر بحسب موسكو، وهذا في الوقت الذي هددت فيه كييف بقصف جسر استراتيجي روسي يربط القرم بالأراضي الروسية.
في الرياضة والعب التضامن الإسلامي بقنية التركية، فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين بالجائزة الدولية الكبرى توميرزا للدراجات على الطريق بتوقيت قدره 3:03.08 فيما أحرز مواطنه الدراج نسيم سعيدي على المرتبة الثالثة بتوقيت قدره 3:03.09 هنيئا للمتوجين الجزائريين بهذا الفوز. إلى الرياضة العسكرية، حيث تتواصل فعالية المسابقة العسكرية الدولية الفصيل المحمولة جوان 2022، واقتصر اليوم الثالث من هذه المنافسة على إجراء سباق المطاردة بالعربات القتالية. السباق كان مفتوحا للطواقم، وهذا على مستوى منطقة بوغار بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى، حيث شهد خط الانطلاق مشاركة 5 دول من بينها الجزائر. المنافسة جرت في ظروف تنظيمية محكمة كما وسط أجواء تنافسية عالية بين الفرق المشاركة، أين تم تسجيل أحسن توقيت فردي. أحمد سويلح. بعد يومين عن بداية الألعاب العسكرية الدولية المقامة بالجزائر، والتي شهدت إجراء منافسات سباق فرد العربات القتالية وسباق البياطلون تواليا، حان الدور في اليوم الثالث على سباق المطاردة على متن عربات قتالية وعبور الحواجز مع الرمي. السباق شارك فيه أحسن طاقمين من كل دولة، اللذين حققا أفضل توقيتين في السباق الفردي للعربات القتالية، يمثلون 5 دول وهي الجزائر والصين وأوزباكستان وبيلاروسيا وفنزويلا، أين تنافسوا بعربتين من كل دولة على طول مضمار يبلغ 3220 متر. هذا وقد جرت المنافسة وسط أجواء تنافسية عالية بين الفرق المشاركة في ظروف تنظيمية محكمة. ختام النشرة، ألقاكم في تمام التاسعة، السلام عليكم.